سؤال ما لقيت له إجابة. الحين إذا واحد عطاك عين ومثلا نقول إنك صدمت وسب به العين، الغريب إن العين كيف أرسلت شخص يصدمك؟ والله شيء غريب، واللي صدمك المشكلة ما له ذنب أساسا. كيف كذا سبحان الله العين تتحكم بالأقدار؟ عشان تفهم أبوريك فيديو لشخص طالع هو ولده الصغير بالحوش، طبعا طالعين واضح إنهم طفشانين العصر، وقال خل أطلع ألعب الولد بالحوش. عندهم طير ما شاء الله متعافي ويتحرك ما به أي شيء. تخيلوا إن الرجال أول ما قال طار، وكأن الكلمة طالعة من نفسه. تخيلوا إن الطير مات على طول. شوفوا الفيديو. طار. الله أكبر. شو عمل يا شباب؟ طبعا اللي عاجبني انه عارف انه هو السبب، يحك راسه ويقول شو العلم يا شباب. رعاك الله يا اخي في الاسلام، رفقا بما خلق الله، لا تنسى ذكر الله دائما. دعونا من هذا، انا وش بقلب كذا. غايتي بالبداية بسؤالي يوم اقول العين عبارة عن وش. الحين نبي نفهم كيف مات الطير من العين. هل العين شيطان واستجاب هذا الشيطان وراح قتل الطير؟ احتاج فلاسفة بالتعليقات يفسرون لي وش الطاقة اللي طلعت من العين عشان تقتل هذا الطير اللي ما له ذنب. فسروا لي قبل ان يجن جنوني. وايضا ممكن يكون الله قدر ان الطير يموت بهذه اللحظة بعد ما يقول هذا الرجال طار. الله قدير على كل شيء. السلام عليكم. أبد على طلبكم، التعليقات كلها نبي شطحات. ممكن أغلبكم حب قناتي بالشطحات أكثر من الألعاب، واليوم مقطعنا شطحة بعنوان مقاطع غريبة. رغم أن كثير يجوني صغار يقولون يا بيبسي لا تنزل أشياء مرعبة، الحياة لا تخلو من الخفايا الغامضة. ولو أخفيته إن أنا وما تكلمت عن الغرائب بالكون، وبطبع الكون غامض ويحمل أسرار ما لا تفسير سبحان الله. أسلم بالله إذا أنك من مشتركيني، واشترك عندي إذا أنك ضيف جديد علينا. لكن لا تستغرب من المحتوى، ترى اليوتيوب ماخذينه أنا والمشتركين مثل التطبيقات الأخرى، ننزل فيه اللي يطري على بالنا. أنا بيبسي وخلك مع الفيديو. ثاني فيديو، وللأمانة هذا أكثر فيديو قطع قلبي بغض النظر عن أنه مثير للغرابة. لكن قبل أي شيء، أنا متأكد أنكم تدرون أن في بشر ممكن يعشق ناقته كثر ما يعشق بنته مثلا أو ولده، وفيه أجانب يمكن لو يموت كلبه تصيبه نفسية. والدليل كانت في واحدة مشهورة بالسعودية تقطعت من البكاء عشان كلبه مات. شوفوا الفيديو. شوف اللي بالقش ما يطلع من السم. الله سبحانه خلق أنواع وأشكال من العقليات. أوريكم الفيديو الغريب اللي أقول لكم عنه بالبداية. قلت لكم طبعا أنه قطع قلب جد، لأنه راح يقطع قلوبكم أيضا. عرفون سباق الإبل أو سباق الهجن؟ وتروس سباق الإبل رياضة عربية مثل السيارات والكورة تعتبر رياضة، أيضا سباق الإبل أو سباق الهجن يعتبر رياضة. هذا رجال مشارك وكان إبله المركز الأول، تخيلوا، وضامن المركز الأول. ومعروف إن سباق الإبل لو فزت الأول راح يجيك خير كثير يغنيك، ولكن تخيلوا إن إبله طاحت بالأرض وأصبحت تتسرع وكأن أصابته طلقة نار. المشكلة إن الإبل ما به أي شيء، وغير كذا ما تدخل السباق أصلا إلا لين ما يفحصونه. ولكن سبحان الله، شوفوا العين وش ممكن تسوي. البكرة ماتت توها في مرحلة الأول على طول، ما وصلت النهاية اللي هي ماتت البكرة. الرجال إذا بكى أعرف أن الموضوع طلع من يديه وسوى كل ما بوسعه. كان يشوف أمله بهذه الإبل، ولكن ما الله كتب أنه يفوز، وماتت سبحان الله قبل الفوز بثواني. واضح أنه مقهور. سبحان الله، أول ما طرى على بالي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. ثالث فيديو، وأنا متأكد أن أسرع عين ممكن تشوفه بحياتك، يا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا صرت أصور دقة العالم. للأمانة ما قد شفت عين أسرع من عين هذا الشخص. هذا واضح أنه جالس يتمشى كأنه بالإمارات، وهو يتمشى طاحت عينه على هذه السيارة. والله يا عيال، أول ما قال أبوك يا السيارة قال كلمات اللوكاد أطراء. والله الرجال بنفس الثواني صدم، بنفس الثواني، والمشكلة يدري أنه هو اللي معطيه عين. جالس يضحك بالنهاية. شوفوا الفيديو. أبوك يا البنت يا ولي. قفع ما صكيت بعيني، ترى مالي دخل.
المشكلة ما أنه بضميره، وليته عاد ذكر الله بعد مثل ما صار الحادث أو تحسف على اللي صار، ولا حتى وقف ماشي الرجال مكمل بطريقه. الحمد لله الذي عافانا. وعلى فكرة ترى في ناس واجد ما يؤمنون أن في شيء بالحياة اسمه عين. رابعا، ويعلم الله ان هذا ارعب فيديو عندي من المقاطع هذه كلها. هذا طفل صغير ممكن ما يتعدى 10 سنوات طالع على المسرح ويقصد ما شاء الله تبارك الرحمن بإلقاء جدا جميل، ومنطوقه وكلامه اكبر منه بكثير، الله لا يضر. وكل الاطفال اللي حوله طايره يعني ما شاء الله عيونهم من انه صغير وكذا منطوقه. ولكن والله يا عيال ثواني معدوده، الود كذا اول ما خلص جايب ينزل يروح، والله يا عيال انه ما قدر يقف على رجلينه وجلس يبكي. شوفوا الرعب، جلس يبكي، شيء مرعب، شيء مرعب. وش القوه الخفيه اللي اعدمت هذا الولد كذا؟ شوفوا الفيديو. أنا بطل اجلس اجلس اجلس. بسم الله عليك. بسم الله رجولك اذكر الله. شو رجولك بسم الله. اهدى. قسم بالله اني اقوله بصريح العبارة اني خفت من بعد هذا الفيديو، قسم بالله اني خفت. يا اخي الولد كذا كأنه تجلط بثواني، ما ادري ايش صار. لاحظت له انا انه بلع ريقه ولف يسار وكأن اصابه شيء جد، لان ما شاء الله مو اي واحد قادر انه يطلع على المسرح ويتكلم بهذه الطلاقة ما شاء الله تبارك الرحمن. فيه البعض ممكن مو قادر يركب كلمتين ورا بعض، بس هذا الولد ما شاء الله يحرك يدينه وبصوت ما شاء الله عالي جدا وبطلاقة وبحماس، شيء للأمانة ما له اي تفسير. اختصار الموضوع. خامسا واخر فيديو، شخص واضح ان عنده حلال على قد، كفانا الله شر النفس، بدأ يطري إطراءات وكان كأنه يمدح ومستانس ان في مولودة جديدة من حلاله، ولكن ما ذكر الله. والله يا عيال ان بثواني معدودة، بثواني قليلة جدا، طاحت كذا انسدحت، بدأت تطلع صوات يحركها، يبي تتحرك ما تتحرك ابدا، كأنه اقتله، فجأة طاحت وما قامت. شوفوا الفيديو. عندي هذه الصغيرة، هب هي امه، وين امه؟ هذه امه تقل طاقم شراب. جت وش جه؟ لا 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 راسي طاحت. لا حرج. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. أعوذ بالله. ماتت أحمد. وبس هذا كان مقطعنا اليوم. والله اني اصور هذا الفيديو وانا وجعان، لكن قلت يلا انكم مشتاقين للشطحة خلنا ننزل لكم شطحة في هذا المقطع. وبس الله يحفظنا ويقانا جميعا، وشكرا لك اذا وصلت لهذه الدقيقة. ما عندي شيء اقدر اقوله غير ان الحياة جميلة مهما كانت. بس مع السلامة. I hope you feel the way that I